أيوة. اسرائيل عامله نول حائط على الحدود ما يقدرش حد يعديه. ايوه الولاد الاسرائيليين النهارده عدوه بالطيران الشراعي. نعم تخيلي، وراح مقتحمين هذا الخط، وكان في اسرائيل عامله 7 مستوطنات حوالين غزه، ده خط الدفاع الاولاني. المقاومه اخترقته بالكامل، اخترقته النهارده بالكامل. نعم. وهناك ثلاث مستوطنات النهارده جواها المقاومه الفلسطينيه واخده كل المستوطنين رهائن. نعم. تخيل يا مدام عزه ان اسرائيل الصبح راح تضربه 5000 صاروخ. نعم. طب القبه الحديديه فين بتاعت اسرائيل؟ فين؟ القبه الحديديه مثلا قوتها 3000، انها تتصدى ل 3000 صاروخ. فتصدت للثلاثه الاولين، وشوف الذكاء بتاع الفلسطينيين، وراحوا هاجمين ب 5000. ثلاثه اتضربوا و2000 وصلوا. ايوه. مطار بن غوريون في تل ابيب النهارده في العاصمه كنا شايفين الصور، الناس بتجري. صحيح. الصواريخ الفلسطينيه. بالظبط بالظبط. تخيلي يا مدام عزه. ايوه. شوف الهزه اللي حصلت في اسرائيل النهارده. ايوه. دي ما حصلتش. اسرائيل النهارده عندها لحد دلوقتي 40 قتيل، 53 اسير. ده من 3 4 سنين لما كان عندها شاليت اللي هو اشهر اسير اسرائيلي. نعم. انت عارفه بدلوه بكام فلسطيني؟ ب 1000 اسير فلسطيني. ايوه. طب ال 53 اسرائيلي النهارده اسير هيعملوا فيهم ايه؟ ايوه. وفي النهارده 50 مستوطن اسرائيلي في المستعمرات ومتحفظين عليهم. ايوه. اسرائيل النهارده في كارثه لا تعرف ماذا ستفعل في هذا الموقف. ليه؟ ايوه. ليه بقى؟ مفاجاه. الاثنين او بعدين المبادئه في ايد مين النهارده؟ الفلسطينيين. أيوه. هم اللي بينفذوا. نعم. استخدموا الطيران اللي هو المسير بدون طيار. ودي برضو كانت مفاجاه بالنسبه للجانب الاسرائيلي. ايوه. ما كانوش عارفين يعملوا ايه. ايوه. دخلوا من البحر. واسرائيل النهارده نقول الكابينت او الوزاره مصغره اجتمعت ومش عارفين يتصرفوا ازاي. طبعا التقليدي بداوا يضربوا ايه؟ الطيران. والنهارده بيدمر البنيه الاساسيه كلها في غزه لانه عايز ينتقم. تمام. وبدا النهارده لانه خايف يقوم باي عمليه اكتر يزيد الخسائر. ايوه. الاسرى ممكن يحصل لهم حاجه. بالظبط. المحتجزين في والاسرى كتير يا دكتور سمير. الاسرى كتير النهارده عندهم 53، وعنده 50 في المستوطنات زائد 2 مستوطنات الفلسطينيين جوه المستوطنه. نعم. تخيلي هم يا مدام عزه كانوا حاطين 7 مستوطنات حوالين غزه بتمثل الخط الاولاني للدفاع. ايوه. اخترق النهارده. ايوه.